قولي لا تخبري الرجل كل شيء، وإيه الأشياء اللي المفروض ما أقولهاش للراجل؟ لا تخبري الرجل كل شيء عشانه مش عشاننا على فكرة. عشانه؟ اه طلعت يعني عشانك يا شيخ. عشان ازاي يعني؟ يعني ليه طول الوقت أفضل عليا يعني قصدك؟ ليه طول الوقت أفضل أديك تفاصيل أنت مش محتاجها؟ زي إيه؟ أنت مش دايما تسمعي يقول لك الست رغاية، الست ليه طول الوقت أديك صح يا شيخ ولا إيه؟ صح كده. فليه طول الوقت أفضل أديك تفاصيل كتيرة في حياتي أنت مش محتاجها؟ ليه اسمعك قصه حياتي في الماضي؟ يعني ليه دايما اسمعك قصه حياتي في الماضي كلها واحكي لك بالتفصيل حصل ايه وما حصلش ايه؟ ففي مشكله كبيره قوي ان الست بتبقى عايزه تحكي كل حاجه. لو الست عندها كيان خاص وحياتها، حياتها دي يعني عندها حياه اجتماعيه، حياه استقلاليه في الماده، يعني هي بتشتغل وعندها كارير وعندها كيان خاص، كل الحاجات دي بتخلي الست مش عايزه ترغي طول الوقت، لكن لما اكون فاضيه كلمي بقى طول الوقت. يعني ده عشان ما ارهقش الراجل اللي قدامي. بالظبط، عشان ما يقولش ان هي رغايه. بالظبط، بلس حاجه ما تتعبوش بتفاصيل، يعني ما تلزموش ولا تفهموش. الحاجات الخاصه بيها مش هتكون ملمسه معاه. مش كلها يعني، مش كلها يعني. اقول له ان انا رحت الشغل النهارده، بس مش لازم اقول له زميلي قال لي على فكره تسريحه شعرك حلوه. ليه اقول له كده؟ طب ما في بعض الرجاله بتقول الست دي بتخبي عليا، بتلف وبتدور. ما احنا مش مع، انا مع الوضوح بس مش مع الرغي والكلام الكتير. لا، في رجاله بتطلب مش الوضوح، بتطلب الصراحه الكامله، وان ما يبقاش في اي اسرار بينهم وبين مراتاتهم، حتى لو كانت يعني واحد قالها صباح الخير. مش صح في العلاقه. مش صح. مش صح. من خلال الحاجات اللي انا بشوفها في العياده ومن خلال تجاربي انا الشخصيه، مش صح في العلاقة إن أنا عندي صراحة كاملة. وبعدين صراحة كاملة يعني هو امتلكك وعارف ردود فعلك وعارف تفاصيل حياتك وتفاصيل شخصيتك. فين إن هو يبقى شغوف بيا؟ هيبقى شغوف بإيه؟ لما أنا بقيت كتاب مفتوح بالنسبة لك. طب بما إنك اتكلمتي عن الشغف، إزاي أخلي الراجل شغوف بيا طول الوقت؟ لأن الرجالة بتمل. واحنا على فكره كمان بنمل. واحنا بنمل. يعني هم الاشخاص بيملوا. صح. ليه؟ عشان احنا بندخل العلاقه بالمبدا ده، لازم نبقى كتاب مفتوح، احنا ما بنخبيش على بعض ابدا حاجه يا عمري. يعني دي مشكله كبيره قوي. لا، احنا مش كتاب مفتوح. وانا ليا كيان خاص، لو انا عايزاه يفضل شغوف بيا اكون في كياني الخاص. عندي وقت، عندي صحاب، عندي بيتي، عندي شغلي، عندي دراستي او قرايتي اللي انا بقراها، عندي الموهبه اللي انا بحب اعملها، عندي الهوايه اللي انا بمارسها. المهم ان انا ما بقاش فضيال وما يبقاش هو محور حياتي. اي راجل في الدنيا يحب ان هو يكون محور حياه الست، خاصه لو الست دي عندها حياه فعلا. واي راجل في الدنيا لما يبقى محور حياتها يزهق منها. يزهق لو هي ما عندهاش حياه كامله. حاجه غيره. فحياتي مش راجل. تفهميش الراجل عايز ايه؟ يعني هو مش فاهم نفسه. هما كمان مش فاهمين احنا عايزين ايه؟ احنا عندنا مشكله في العلاقه نفسها. طيب، يبقى احنا بنتكلم في ايه عشان الست تفضل في شغف وفي ولع بيها؟ عندك حياتك الخاصه، وحياتي الخاصه دي مش معنى كده ان انا بخبي عليه، ولا ان انا مش عايزاه، ولا ان انت تبقى في مكان وانا في مكان. لا، عندك شغل، عندي شغلي زي ما انت عندك شغلك، عندي صحابي زي ما انت عندك صحابك. حتى ساعات بسمع حاجه بتضايقني انا، يقول لي مثلا هي مش عايزاني انزل القهوه ولا اخرج مع اصحابي. ليه؟ عشان هي فاضيه فعلا. وده حاجه كل الرجاله بتستأمنها. فلو انت عندك انت كمان وقت تمليه، هو العلاقه هتبقى راحه في رتم ان احنا مرتاحين. صح. ان احنا مبسوطين. طب لما نتكلم يا شيف ويا اسماء عن في حاجات ما نقولهاش للراجل، اكيد في حاجات لازم نقولها للراجل. طبعا. فاهمينا هي ايه برضه؟ هنا بقى الحاجات اللي ما تكونش ملمسه مع الراجل. هنا الحاجات تخصه هو. الكهرباء. الحاجات تخص العلاقه. صح كده. تنقوا الكلام بقى. الحاجات اللي تخص العلاقه. الحاجات اللي تخص العلاقه اللي بينا وتكون رايحه جايه. زي ايه؟ زي هو بيحكي لك حصل له ايه النهارده في الشغل، بس مش بيحكي كل يوم حصل ايه. حتى احنا بنقول الراجل مش بيغرقنا بالتفاصيل.